تهدينا. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد يعرض للإنسان المرض، وقد يطول المرض به، وربما يشفى، وربما ينتهي الأمر إلى وفاته، وربما مات الإنسان وقد مر به رمضان فعجز عن صومه، وهذا أمر مشاهد يقع لكثير من الناس. وها هنا يثور سؤال من الورثة الذين يرغبون في إبراء ذمة مورثهم، فيسألون عن الحكم في هذه المسألة، عن الحكم في من أدركه الموت ولم يصم بعضا من رمضان أو كل رمضان. فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إن الإنسان الذي اشتد به المرض واتصل مرضه بموته ليس عليه شيء. الإنسان المريض الذي عجز عن الصوم للمرض واستمر مريضا حتى أدركه الموت بعد رمضان، فهذا ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وهذا كان في مرضه، والمريض غير مخاطب بأحكام الصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا لم يشفى حتى يجب القضاء عليه. ومن ثم فالمريض الذي اتصل مرضه بموته وفاته الصوم من أجل مرضه ليس عليه شيء في ذلك، لا يصوم عنه أحد ولا يطعم عنه أحد. أما اختلاف أهل العلم فهو بشأن المريض الذي من الله عز وجل عليه بالصحة والعافية ولم يصم ما كان عليه من أيام رغم أنه قد عوفي، وبشأن المرأة التي أصابها النفاس بعد ولادة، أو أصابها الحيض وكسلت عن الصوم ومضت السنون وهي لم تقضي، وهذا قد يحدث. فمثل هذا الميت الذي مات وعليه الصوم، أو رجل آخر نذر لله أن يصوم ومات قبل أن يفي بنذره، فمثل هؤلاء يكون السؤال: ما حكم من مات وعليه صوم؟ واختلف أهل العلم بشأن الإجابة عن هذا السؤال بعد اتفاقهم على أن المريض الذي اتصل مرضه بموته ليس عليه صوم ولا فدية، انقسموا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو للظاهرية، وقالوا بأنه ينبغي على ولي الميت أن يصوم عنه الأيام التي انشغلت ذمته به، واستندوا في ذلك إلى حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثاني هو مذهب جماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والمالكية، وقالوا بأن ولي الميت أو وريث الميت لا يصوم عنه، وإنما يطعم عنه، وإن صام عنه أجزأه، لكن الصوم غير واجب، فإن صام عن مورثه أجزأه، وإن لم يصم فليس بواجب عليه أن يصوم،
وقالوا إنما يطعم عنه، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة في بعض الطرق، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وفي رواية إن أختي ماتت، فقالوا أن المقصود هاهنا ليس وجوب الصوم وإنما استحبابهم، والمرأة لم تسأل عن وجوب الصوم وإنما سألت عن إجزاء الصوم، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجبه عليه. أما المذهب الثالث وهو مذهب الحنابلة فقالوا بأن الصوم لا يجب عن الميت من قبل مورثه في صوم رمضان، وإنما يجب عنه في حالة واحدة هي صوم النذر فقط. واستندوا إلى ما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن مات وعليه صوم نذر أيصوم عنه مورثه، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فجعل الحنابلة ومن قال بقولهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عموما، وجعلوا من حديث ابن عباس خصوصا، وحملوا العام على الخاص، فقالوا أن المقصود بإباحة الصوم في حديث عائشة رضي الله عنها يقيد بما ورد في حديث ابن عباس، فلا يجب إلا في حال النذر فقط. وهذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة بالنسبة للصوم عن الميت، الظاهرية أوجبوه والحنابلة جعلوه في صوم النذر فقط، وجماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية على أنه يستحب ويجزئ الإطعام، وهذا هو الراجح، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصائمين.